احنا بدنا نحكي عن الرياضه بشكل عام، كيف اثرها على حياتنا العلميه والعمليه، من ناحيه نفسيه، من على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد العلمي، على اكثر من صعيد، لحتى نوصل لهم فكره انه احنا مش بس رياضه، لا احنا ولا لعب كره قدم وبس مهارات نكتسبها، لا احنا بدنا ندخل حتى الرياضه في تحصيلنا العلمي وبرضه بحياتنا العمليه. يعني الرياضه هي طبعا تفريغ نفسي مهم للطفل، من حيث اول شيء التحصيل العلمي رقم واحد، التفريغ النفسي، اجتماعيا يكون الطفل قادر أن يتعامل مع الآخرين، قادر يوصل رسالته، قادر يستقبل الرسالة من الآخرين، يتعامل مع مدربه، يتعامل مع كل المتغيرات اللي بتصير حواليه في الملعب وخارج الملعب، يعني في البيت، الأهل، المدرسة، كله يعني. بالعكس هو بيفتح شبكة علاقات مع باقي الأكاديميات، مع باقي الأندية، بصير يتابع، بصير يحاول يتعرف، بصير عنده فضول أنه يعرف كيف باقي اللاعبين يتحسنوا وتطوروا يعني هيك. أنا اسمي موسى رفيدي وعمري 11 سنة في الصف السادس ومركزي حارس في نادي جوزيف بلاطر. أول إشي كنت عم بلعب حارس في المدرسة، فأمي شجعتني وقالت لي أنه بدي أسجل في أكاديمية بلاطر، فعملوا لي اختبارات ونجحت فيها، وأنا صرت قاعد في أكاديمية بلاطر حوالي 10 أشهر وبتعطيني مستقبل منيح. اسمي طارق أحمد عبوشي، بلعب في مركز الدفاع، عمري 11 سنة، من مدينة جني. كنت في أكاديمية تانية، بعدها سمعت عن أكاديمية جوزيف بلاطر بتاخذ الموهوبين، فأبوي سجلني وخضعت للتدريبات ونجحت. اسمي مصطفى برغوث، ابن الأسير طارق برغوث، عمري 11 سنة، أصلي من الولجة، قرية الولجة، بلعب في أكاديمية جوزيف بلاطر مركزي مهاجم. اسمي هشام وسيم سمحان، عمري 10 سنين، من راس كركر، ومركزي هجوم في أكاديمية بلاطر. بلشت مع بلاطر، سووا لي اختبار عن التسديد والقوة ونجحت فيه، وصل لي سنة بلعب معهم. الرياضة مع الوضع الاجتماعي، إنه لما إحنا الطلاب بيدخلوا بعالم التدريب رح يكونوا علاقات مع مدربين، رح يكونوا علاقات مع الطلاب نفسهم، يصير عندهم أصدقاء، رح تزيد ثقتهم بنفسهم، فبهيك بيصير عندهم طابع إنه أنا عادي لو دخلت في المجتمع، لو كونت علاقة مع أي حدا خارجي، صديق، يعني بصير عندي ثقة في نفسي لحتى أنا أكون علاقات مش بس داخل المكان اللي أنا بكون فيه، لا برضو مع المجتمع ككل. يعني إحنا بدنا نوصل لهم فكرة إنه الرياضة بتنشط الذاكرة. هلأ كل ما أنا لعبت وصار عندي ذكاء في اللعب، لأنه بتعرف يعني مثل الأكسجين بيرتفع للدماغ، فبصير عنده هرمونات تفرز أكثر، ففي النهاية رح الطالب يصير عنده قوة ملاحظة، تركيز أكثر، نشاطات أكثر، فبصير ينتبه على دراسته أكثر، بصير تحصيله العلمي أعلى. من الناحية الذهنية هلأ هو إذا كان الواحد عنده وقت فراغ كتير رح يأثر هذا سلبي على حياته، رح يصير في عنده روتين، في إشي ممل، فلما بيدخل في كرة القدم رح يعبي وقته، ما رح يصير في عنده أرق، ما رح يفكر كتير، رح يصير عنده يعني إشي جديد في حياته. فمن ناحية الذهنية إنه بيحسن من نفسيته، وما بصير في عنده اكتئاب ولا أي شيء. في بعض الأهالي حكونا إنه تعاملوا مع أولادنا إنه هم في عندهم شوية انعزالية، يعني في ولد مثلاً بيخجل يطلب مثلاً ملابس إذا اللباس اللي عنده اهترى،
فبيحكوا يعني بنحكي له احكي مع الكوتش بقول لك انا بستحي، فبالتالي حكوا لا، لانه لازم الولد ايش يشيل الحاجز بينه وبين الناس الثانيين خارج البيت. في اهالي بيحكوا لنا عن بعض المشاكل في الاولاد مثلا في التحصيل العلمي. الاولاد عندنا اجمالا يعني في اولاد بصراحه يعني هو قاطع شوط كبير باتجاه المشاركه الاجتماعيه والاستقلاليه، وفي اولاد لا بتجي شخصيته اهدى، بتجي شخصيه عاقله، في اولاد نوع ثالث بيجي انعزالي جدا يعني. لا احنا بالعكس بعد فتره من تدريب الاولاد شعرنا انه الولد لا بطلب مثلا انه لا بدي لباس جديد، في ولد بطلب مثلا عزك يا الله الحذاء، في ولد بيجي بيحكي لا انا ليش بلعبش، انا بلعب انا غير لي مركزي. فتقريبا صار عندنا يعني هاي القضايا تخلصنا منها اللي هي العزله الاجتماعيه، صار لا الاولاد صار يعني قريبين على علاقات منفتحه مع بعض يعني البعض. طبعا يعني احنا بنامل انه هذا اللقاء يزرع في الاولاد القيم والاخلاق الحسنه، يزرع في سلوك اجتماعي قادم يعني يقدر يتعامل مع جميع المتغيرات داخل الملعب وخارج الملعب. زي ما حكينا يعني الجماهير بكره في امور خارج السيطره، انه يظل الولد محافظ على ايش؟ القيم بشكل متوازن يعني ما يخرج عن النص المأمول. طلاب متنوعين، في طلاب بيكونوا شاطرين أو عندهم ذكاء اجتماعي وذكاء حركي بنفس الوقت، في منهم بيميلوا لهذا الإشي وهذا الإشي، فنحن حابين إنه نطور مهاراتهم كلهم، نكسبهم يعني ثقة بأنفسهم، يصير عندهم ذكاء اجتماعي للجميع، تحصيل علمي رائع للكل، حابين إنه نغير لكل الطلاب مش لواحد أو اثنين، اللي بحصلوا بالثمانين حصلوا التسعين، بحصلوا التسعين يعني ياخدوا إشي أكتر. يعني إحنا الجانب العلمي بالنسبة لإلنا كتير مهم، لأنه إحنا ما بدنا طلابنا بس إنه جايين يلعبوا حركات ومهارات وبس، لا إحنا حابين إنهم هم يكونوا قدوة للمجتمع لحتى إحنا نرفع فيهم اسم فلسطين. النوع الثاني في عندهم حركة زائدة، في عندهم ما بدي أحضر محاضرات، ما بدي أكون حدا مثلاً مثقف كده، بس أني أكتسب أنا مهارات. فلا إن إحنا هدول بنحب إن نطورهم برضو ونهتم فيهم لحتى يكونوا جزء من هاي الأكاديمية. النوع الثالث اللي هو اللاعب الخجول، ما بيشارك كتير، بيكون بس يعني خلص بدي أدي هاي اللعبة أو هذا التدريب وأروح، بس لا احنا حابين انه يكون هو جزء من هذا الفريق لحتى نعمل فريق كامل متكامل. رح نوصل لهم الفكرة بأسلوب حياة بسيط لحتى توصل لهم هاي المعلومات، نعطيهم يعني على قد مهاراتهم على قد فكرهم. احنا المدخل الاول هو التعامل مع الاهل، يعني الاهالي طبعا بيحكوا لنا الولد كذا، صفاته كذا، طبيعته كذا، راعه كذا، نموا فيه الحركة هاي. في بعض الاطفال اهاليهم حكوا لنا انه في عنده مسالك احكوا معهم، حاولوا من خلال اللعب تحكوا لهم انه هاي الاشياء مضره، هاي الاشياء نافعه، نموا الشيء الجيد في الولد. في اهالي يعني حكوا معنا باتجاه انه حاولوا توعوا فيهم موضوع التدخين، موضوع السلوك مع الاخرين، يعني هم قبلين على مرحله المراهقه الاطفال هذول، وبالتالي احنا نستبق هاي الخطوات بتنمية السلوك الجيد يعني للطفل، نزرعها فيه أفضل ما بعد ما نعمل الغلط إنه نوعي. لا إحنا نستبق الحدث الاجتماعي، بحاول يتعرف على الفئة اللي معاه وبالتالي شخصيته بتقوى شوي شوي، بحاول يتعامل مع المدربين. طبعا كثير أهالي بتواصلوا معنا إنه يتغير سلوك الولد اجتماعيا، يتحسن. في بعض الأطفال صار يجوا يروحوا على الملعب يعتمدوا على ذاتهم بالروحة بالجينة، صار الطفل يعرف يتعامل مع المتغيرات اللي بتصير، مثلا ابوه تاخر انه يجيبه او انه يجي يروحه، وبالتالي صار عندهم استقلاليه. رقم اثنين طبعا ردات الفعل مع زملائه من خلال الخشونه داخل الملعب او من خلال مثلا النتيجه هو فائز او هو خسران، حالته النفسيه بتتغير، وبالتالي لازم هو يضبط حاله ويعرف يتعامل مع هاي المتغيرات يعني.
يعني هي تهدف بالأساس إلى تنمية السلوك الحسن والجيد للاعبين. هاي اللاعبين في المستقبل راح يتعاملوا مع الجماهير، راح يتعاملوا مع الحكام، راح يتعاملوا مع الإدارات، وبالتالي سلوكه لازم ينطبق داخل الملعب كما هو خارج الملعب، لأنه في النهاية هذول مرشحين يكونوا لاعبة منتخبات، وبالتالي لازم يعرف يتعامل مع الناس، مع ردات الفعل، مع اللغة اللي خارج السياق يعني، وبالتالي برضو مع زملائه، مع الخصم، مع الحكم، كل هاي الأمور مجتمع يعني، لازم يكون اللاعب مدرك لسلوكه ونظره، يعني انه فقط علاقتك مع اللاعب مش داخل الملعب لحالها، حتى خارج الملعب، انه هناك في نشاطات اجتماعيه، في تفريغ، في قيم لازم هو يراعيها يعني، اذا هو ما راعاها بكون احنا هون لازم نحط ستوب ونيجي نتعامل مع الولد، نوعيه اكثر بطريقه يعني. طبعا السلبيات احنا ما بنحكيها للولد قدام اللاعبين، احنا بناخذه على جنب، بنحاول نفهمه، نحكي معاه، نتعامل معاه. حكيت المحاضر عن التركيز وسرعه البديهه و العقل والانضباط، أنا استفدت كتير وحبيت المحاضرة وتعلمنا منها أشياء كثير. حضرت اليوم أخذنا عن الرياضة وبتقسم إلى كم قسم مهمة، الاجتماعي والذهني وعقلي. الاجتماعي هو أنه نحكي مع المدربين مثلا، يعني أعطيني الكرة عشان ألعب فيها، ونحكي مع زملائنا ونقوي شخصياتنا. وتاني إشي الذهني واللي هو بيعتبر على ذكائك، تستلم الكرة وتلعب فيها، وعقلي نفس الإشي زي الذكاء. اليوم رح ناخد محاضرة قبل المباراة، قبل التدريب، محاضرة توعية عشان نصير أفضل وأحسن. من مخرجات المحاضرة إنه رح يصير في عندهم قدرة على الانخراط مع المجتمع، القدرة على التحصيل العلمي الكويس، ويصير في عندهم علاقاتهم الاجتماعية أحسن، رح يصير توافق بين اللعيبة بين بعض وبين الفرق اللي بينافسوها وحتى مدربينهم.